حالة من القلق اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بعد مشاهدة صور لسيارة الفنانة المصرية بشرى بعد تعرضها لحادث مروع في الجونة، وهو الأمر الذي قد ينهي مشاركة الفنانة في المهرجان وتغيب عن حفل الختام الجمعة المقبلة، ما أثار قلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي منظر انقلاب السيارة سيارة الفنانة بشرى. ولكن نشرت المذيعة المصرية بوسي شلبي فيديو لها على السجادة الحمراء وهي في مهرجان الجونة السينمائي عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، تطمئن فيه الجمهور على حالة بشرى الصحية، وقالت إنها بخير الآن وأن الحادثة كان أثناء تصوير حلقة ببرنامج جديد مع الفنان الشاب محمد مكاوي. ونقلت بشرى عقب الحادث إلى المستشفى، وأصيبت أيضا فقط بكدمات تعاني من آلام بعد الحادث. فلنتابع. ومكاوي هم الحمد لله كويسين، هم كانوا بيصوروا البرنامج في العربية واتقلبت، وفرملوا مرة واحدة في العربية اتقلبت، طبعا شكل العربية يفض، لكن هم الحمد لله مش عايزين تقلقوا، هنشوفوه مع ريد كاربت ان شاء الله، هو شوية بس كدمات وهيبقوا زي الفل وعمر الشقي باقي. وانا دايما اقول لك الناحية بشرة علشان يعني احنا دلوقتي على الكاربت هندخل عشان نحضر احتفال فرايتي ولسه مكملين. كما نشر العديد من أصدقاء محمد مكاوي فيديوهات له عبر إنستغرام من المستشفى ليطمئنوا الجمهور، وأبرزهم الفنان حسن أبو الروس الذي قام بزيارته. فلنتابع بعضا من هذه الفيديوهات. كل اللي بيطمن على مكاوي كويس، والفنانة بشرى كويسة. طمن جمهورك. الحمد لله سلامتك يا حبيبي والله. يبقى خد دي وانت ماشي من دمشق. سلامتك وريهم الغرزة. فين الغرزة؟ سلامتك. عين وصابتك يا ابني. سلامتك. اللي خاربة خاربة في الجون. شعرها نقصت كل زي الفل الحمد لله. ألف سلام عليك. وكان الفنان محمد مكاوي نشر عبر حسابه الرسمي على إنستغرام أيضا فيديو له مع بشرى قبل الحادث من داخل السيارة، معلقا عليه ما قبل الحادثة بدقائق. فلنتابع الفيديو. أنا النهاردة جماعة رايحة فرايتي سانسيت أت ذا بلازا. نتمنى للفنانة بشرى ومحمد مكاوي شفاء سريعا والعودة لريد كاربت من جديد لحضور ختام النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائية. قصصنا مستمرة ولكن نتابعها بعد فاصل قصير.